السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة، وصلنا لآخر جرامر، ويعني ما اعتبرش جرامر قوي، صغير خالص ما فيهوش أي حاجة. جرامر يونت 12، الوحدة ال 12، ده طبعا للصف الرابع. تعال نشوف بيقول لي هنا التعبير عن المقدرة باستخدام كان. يعني ايه التعبير عن المقدرة؟ يعني بقول انا اقدر اعمل الحاجة دي، انا استطيع. فبنستخدم معاه كلمة كان. بيقول we use can when we are able to do something. بنستخدم كان عندما نكون قادرين على عمل شيء ما. بنستخدمها ازاي؟ بحط فعل الاول، فعل اللي هو he, I, he, she, it, we, you, they، ده اسمه فاعل. بعد كده بحط كان، بعد كده بيجي فعل في المصدر. يعني ممكن اقول حاجة اسهل يعني من المثال بتاع الدرس، ممكن اقول I can swim in the sea، انا استطيع ان اسبح في البحر. I can play football، انا استطيع ان العب كرة. I can run quickly، انا استطيع ان اجري بسرعة. I can climb a tree، أستطيع أن أتسلق الشجر. حاجة بقدر أعملها فأقول I can وأبدأ أتكلم عنها. تعالوا نشوف المثال بتاع الدرس بتاعنا. بيقول We can plant more trees to help us breathe better. نحن نستطيع زراعة الكثير من الأشجار لكي تساعدنا على التنفس أفضل. بنزرع شجر كتير عشان نتنفس أكتر. إيه ده؟ طب هو مال الشجر ومال التنفس بتاعنا؟ لا، دي خدناها في الترم الأول، إن إحنا لما بنزرع، وخدناها في العلوم كمان، لما بنزرع أشجار كتير أو بنزرع يعني نباتات كتير، النباتات الكتير دي بتاخد مني ثاني اكسيد الكربون اللي انا بخرجه من النفس بتاعي، وبتديني الاكسجين اللي انا محتاجه عشان اتنفسه. فكل ما هنزرع اشجار كتير ونباتات كتير، ده هيبقى فيه اكسجين كتير موجود في الجو، وهتسحب مني ثاني اكسيد الكربون، فكده هستفاد انا ان انا اتنفس افضل. طيب، دي كده كان جزء خلاص، ده كان في درس. الدرس التاني كان فيه كمان جزء بيتكلم عن we add ion اللي بنقراها shan to some verbs to make a noun. يعني بضيف الجزء ده اللي هما الثلاث حروف دول ال ion اللي بيعملوا لي sound بتاعهم shan، بيحولوا لي الفعل لاسم. بيحولوا لي، لو انا حطيتهم في فعل هيتحول لاسم. زي ايه؟ زي كلمة pollute اللي هو يلوث، ده فعل. pollute يعني يلوث، pollute. طيب انا عايزة احط لهم ال ION، بشيل ال E الاول، بحط لها ION، بقت pollution. بقت pollution يعني تحولت من كلمة يلوث إلى التلوث، من فعل لاسم. كلمة inform يعني يعلم أو يخبر. طيب حطينا لها الجزء بتاعنا، بقت information اللي هي معلومات. information معلومات. عندي كلمة transport يعني ينقل. طيب لو خليناها transportation، بقت ايه؟ بقت وسائل النقل. وسائل النقل. خلاص كده، يبقى هنا عندي ثلاث حروف انا لو ضفتهم الى الفعل هيتحول لاسم. طيب بيقول لي ايه كمان؟ sometimes we have to change the words slightly to make the noun. بيقول لي احيانا نضطر الى تغيير الكلمة قليلا لنكون اسم. هكون منها اسم، فبحتاج ان انا اغيرها شوية. يعني كلمة erode يعني يتآكل، يعني يتآكل. طب لو خليتها erosion معناها التآكل او التعرية. التآكل او التعرية. يبقى هنا الاي او ان دي يعني لها اهمية كده، اللي بتحول لي من الكلمة من اسم، من فعل لاسم. هو ده الجرامر، سهل جدا، خدناش هو 4 دقايق. ده كده كان اخر حاجة في منهج سنة رابعة الترم التاني. بشكركم جدا وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم باذن الله معاكم في سنة خمسة وان شاء الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.